أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم. سلام ونعمة المسيح مع جميعكم. بصلي من كل قلبي أنه رب يساعدكم في هذه الظروف، يشفي كل ضعف وكل مرض، وفعلا يخلص مرض الكورونا وترجع الحياة أفضل من الأول. احنا بننظر إلى ما بعد الأزمة، الله عنده مخطط رائع وجميل لكل واحد منا. طبعا إذا كنا في مركز مشيئته وعاوزين نرضيه في حياتنا. اليوم في صرخات كتير عم بسمعها في هذه الأيام، سواء الناس اللي بتتواصل معاي من خلال الحيرة والتساؤلات، وفي ناس طبعا اللي بتبعت أسئلتها عن طريق التواصل الاجتماعي. عم بيهدموا الكنائس، عم بيخطفوا الأطفال في نيجيريا، عم بيقتلوا هنا وهناك. طبعا هل هذا شيء غريب على الكنيسة المسيحية؟ فالسؤال طبعا الموضوع اليوم، لو هدموا الكنائس ماذا بعد؟ احنا يمكن اللي بيشاهد اللايف شو وطبعا التواصل الاجتماعي عن طريق الفيسبوك، انه الكنيسة هي انت وانا، الكنيسة هي جماعة المؤمنين اللي اختبروا الرب يسوع المسيح. الكنيسة اللي هو انت وانا، منروح على الكنيسة المبنى. ففي مباني اليوم، الحفريات الاثرية، علم الاركيولوجي، عم بيكتشفوا كنايس قديمة من العصر القديم البيزنطي، يعني قبل البيزنط حتى من القرن الثالث، طبعا في القرن الرابع ميلادي. تحف فنية جميلة جدا، وهذا بيعبر ان المؤمنين كانوا بيجتمعوا في كنائس. لازم يكون في مكان اللي تجتمع فيه المؤمنين، وهذا ليس خطأ، لكن الخطأ انه اذا الكنيسة هي اصبحت المعبد، والكنيسة كأنه هي اللي انا بعبدها، يعني بعبد حجارة بدل ما اكون انا الحجارة الحية. فاليوم في كتير يعني صرخات، تعبير عن الخوف، تعبير عن الحيرة، ولا سيما الناس اللي مش قادر تقاوم في ظروف قاهرة وظروف صعبة. فالسؤال، ماذا لو هدموا الكنائس؟ ماذا بعد؟ يعني ايه اللي ممكن يعملوا يعني بعد ما يهدموا الكنيسة؟ وعلى فكرة عشان بتكلم على العصور القديمة في أيام الرومان أو في العصور الوسطى إلى آخره، أنا بتكلم في القرن الماضي، وهذا القرن شفنا كثير من هدم الكنائس، وكأنه هاي نصرة لديانتنا. هل فعلا هدم الكنيسة هو تعبير عن النصرة؟ طيب الفكر الغربي إنه هاي الكنائس مثلا هي أبنية ببيعوها، وعلى أساس يمكن يستثمروا الفلوس المصارف في أشياء تانية، فبيعتبروها برضو هذا انتصار. فهل إذا هدموا كنيسة أو اشتروا مبنى، هل فعلا هذه هي النصرة المسيحية؟ والسؤال آخر، لو قتلوا المسيحيين هل انتهت المسيحية؟ تعرف حبائي، في القرن الأول والثاني بداية المسيحية، كان كل مسيحي يقتل 7 كان يآمنوا بيسوع المسيح، وأثبت تاريخيا أنه فعلا الكنيسة صمدت وثبتت وانتشرت من خلال الاضطهاد. لما بتكون الكنيسة مرتاحة في حالة التراخي والكسل أو عدم الاجتهاد، لما الكنيسة بيكون عندها الاكتفاء الروحي ووصلت إلى حالة مش عاوز لا تنمو ولا تكبر ولا تتقدم، هنا يبتدئ التراجع. فإذا ماذا لو قتلوا المسيحيين؟ هل انتهت المسيحية؟ ماذا لو اشتروا المباني والأراضي؟ هل انتهت رسالة المسيح؟ لو خطفوا النساء أو اغتصبوهن مثل نيجيريا وأماكن أخرى، وطبعا من أسبوعين سمعنا عن آيا صوفيا في إسطنبول في تركيا، عاوزين يحولوها جامع. طبعا خسارة، لأنه هاي تحفة أثرية كل العالم بحق له أنه يشوفها، وحتى كانت على قائمة اليونسكو. بس بالحقيقة لو أخذت وتحولت إلى مسجد، هل هذا يقضي
على المسيحية، وهل هذا هو الانتصار؟ أحبائي، أنا بتكلم عن يسوع المسيح الحي. احنا مش بنتكلم على مباني ولا بنتكلم لربما في معارك نهزم فيها، بس الحرب الأخيرة هي للرب، والنصرة الأكيدة هي للرب. ممالك العالم مثل ما يقول الكتاب في آخر الأيام صارت للرب ومسيحه، وإنه هذا العالم أو ممالك العالم مش هو طموح المؤمن، وإن سيرتنا يعني جنسيتنا مواطنتنا هي في السماء مش على الأرض. والرب يسوع قال مملكتي ليست من هذا العالم، وعندما كان برد على الادعاء قال لو كانت مملكتي من هذا العالم كان خدامي يعني أتباعي يجاهدون، كان ممكن يرفع السيف وكان يقتل حتى يدافع عن يسوع المسيح، بس هو قال مملكتي ليست من هذا العالم. والأغرب أنه أنا عم بحكي معاك اليوم أنه كتير من رجال الدين والسياسي تأثرت برسالة المسيح وأصبحوا اعتنقوا المسيح وصاروا مسيحيين، وأنا بتكلم عن إرهابيين، وأنا بتكلم عن كل نوعيات الناس اللي تركوا الإرهاب واعتنقوا المسيحية. ليه؟ اختبروا يسوع وشافوا أنه كلام المسيح صحيح لما بيقرأ بكلمة الله. المسيح اتكلم أنه راح نواجه الاضطهاد والصعوبات، فهل انتهت المسيحية؟ احنا بنعرف أنه في النهاية كل ممالك العالم صارت للرب ومسيحه، وأنه كل العالم راح يخضع للمسيح، وأنه كل ركبة في السماء أو على الأرض سوف تشثو وتعترف باسم الرب يسوع المسيح. الرب يسوع قال لأتباعه هذه الكلمات في بشارة لوقا في الإنجيل المقدس إصحاح 12 من آية 4، ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. ترى أحبائي كلام المسيح بيعطي التعزية إنه هذا الشيء تلقائي طبيعي رح يعملوه، ما تغيرش الأمر من أول التاريخ لليوم، ما زالوا بيمارسوا نفس الأمور، لأن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب، لأن الشيطان هو منذ البدء كان قتالا، ومكتوب عن الشيطان أن السارق الشيطان جاء ليسرق ويذبح ويهلك، وهنا الكلمة بتعني الإرهابي جاء ليسرق ويذبح ويهلك. هل تغيرت الأمور؟ بالعكس، المسيحية عم تمتد، مئات الألوف اللي عم تيجي للرب يسوع المسيح، إلنا 37 سنة في خدمة الميديا عن طريق التواصل بالتلفزيون أو وسائل أخرى، رأينا أحبائي مئات 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 الألوف اللي جاءوا ليسوع المسيح. فإذا النصرة محتومة والنهاية أكيدة، كل من يقبل إلى يسوع ينال الحياة الأبدية، يعني اللي بيرفض يسوع المسيح لن يرى الابن يسوع يعني، بل يمكث عليه غضب الله. تعرف أحبائي الرب يسوع قال في يوحنا 16 قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، لألا تقولوا انصدمنا احنا، طب ما ندافع ما نعمل اشي يعني مثل ما العالم بيعمل. بقول الرب يسوع سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. فإذا الرب يسوع تكلم عن هذه الأمور. ماذا لو هدموا الكنائس؟ هل انتهت كل الأمور؟ ماذا لو قتلوا المسيحيين؟ هل انتهت المسيحية؟ ماذا لو اشتروا كنائس وأبني وأراضي بسبب الأموال؟ هل هذا ينهي رسالة المسيحية؟ بالعكس أحبائي، المسيحية سوف تواصل إلى مجيء الرب يسوع المسيح، وسوف تخضع العالم إلى ربوبية الرب يسوع المسيح. أنا أحب أشجعك
ما تخاف، حتى اللي بيقتل جسد واللي بيضطهد أو الاضطهاد الفكري أو الجسدي أو أي أنواع من التذليل والتحقير والاستهزاء والسخرية، في النهاية كل واحد راح يواجه الرب يسوع المسيح. أنا بصلي من كل قلبي إنك تواجه الرب اليوم، إن العيون التي بكت على تمرد وعصيان وعدم إيمان أورشليم هي نفس العيون المكتوب عنها راح تواجهها كلهيب نار للقضاء. فشو رأيك الآن تعطي حياتك للمسيح وتقول له ارحمني أنا الخاطئ؟ إذا محتاج مساعدة روحية من فضلك كلمنا، تواصل معنا وشارك هذا الفيديو، والرب فعلا يبارك في خدمتك معنا أيضا. شكرا لكم.